معانا دلوقتي بطل تاني من أبطال المسرحية عن دور الهريدي، معانا الممثل محمد عطية. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الفل، إيه الأخبار؟ عندك كم سنة اتخرجت ولا لسه؟ أنا متخرج من 2019، أنا حاليا عندي 29 سنة، وفي كاست الجامعة البريطانية من أول ما بدأ الحمد لله، يعني ده حاجة بشرف بيها إن أنا بادئ الحكاية من الأول خالص. يعني أنتوا من الأو جيز، يعني اللي ابتديتوا من الأول خالص، صح؟ بالظبط. طيب احكي لي عن دور هريدي أو الهريدي، واحكي لي كده عن الصعوبة، هل كان في صعوبة في إن أنتوا تتقنوا اللهجة الصعيدي ولا لأ؟ طبعا يعني احنا بالنسبه لنا اللهجه، اول ما جينا احنا اتخضينا اصلا ان احنا هنعمل عرض صعيدي، كنا متشوقين جدا وعايزين نعمل ده جدا، والحمد لله لما جه احنا اتخضينا في الاول، بس يعني مع استاذ وليد واستاذ محمد رافض واستاذ طارق سعيد بصراحه ما فيش اي حاجه صعبه يعني. الحمد لله قعدنا وسمعنا الموال كذا مره، عشان طبعا الموال العرض ماخوذ من الموال بتاع الاستاذ محمد طه مسعود وجيده، سمعنا الموال كتير وفهمنا شخصياتنا من الموال. ثم بعد كده نقلنا على حتة اللكنة دي، فأستاذ وليد جاب لنا الأستاذ طبعا بدر السيد، قعد معانا مع كل واحد نسمع منه اللهجة بينطقها ازاي. يعني عايز أقول لحضرتك إن احنا يعني اكتشفنا إن في الصعيد في كذا لكنة، يعني احنا عشان نوصل للكنة بتاعة المنطقة اللي احنا بنمثل بيها اللي بنمثل فيها العرض بتاعنا، قعدنا فترة عقبال ما فين بقى المنطقة دي يا محمد؟ المفروض ان هي سوهاج، يعني المفروض سوهاج ليهم يعني لكنة معينة، مثلا حاجة بسيطة، اكزامبل بسيط، ان هم مثلا احنا ما بنقولش كيف، بنقول كي، يعني مثلا دي حاجة بسيطة ما كناش نعرفها، احنا بنقرا كيف عادي زي ما بنسمع في يعني هو كان مهتم بالتفاصيل قوي، مهتم جدا ان هو المخرج يعني مهتم ان انتوا تبقوا بتقولوا كل حاجة بالظبط عشان الجمهور لما يتفرج عليكم يقول انتوا حقيقيين قوي. بالظبط، احنا كنا استاذ وليد كان بيفهمنا من الاول ان احنا لازم نبقى صادقين وما نقلدش الصعيدي، احنا صعايدي. فبصراحة ده اللي الحمد لله بعد كذا ليلة عرض، الحمد لله دلوقتي الناس بتطلع منبهرة من فكرة ان احنا كجامعة بريطانية والكلام ده كله. الناس طبعا لما بتسمع جامعة بريطانية وعرض صعيدي فممكن الموضوع يأتي معهم لتريقة او كده، بس بعد ما بيتفرجوا الحمد لله بيجي لنا فيدباكس رائعة يعني. فالحمد لله احنا دور مثلا الهريدي بالنسبة لي برضو، يعني أنا بالنسبة لي كان الموضوع صعب شوية في فكرة إن هو شخص، يعني إحنا بنتكلم في حد في الموال بيتوصف إن هو جاحد، ففكرة إن أنا أوصل للكاركتر الجاحد ده، قعدنا كتير مع أستاذ وليد وأستاذ محمد رأفت وأستاذ طارق سعيد في إن إحنا نوصل له، يعني نوصله ان هو يبقى حقيقي مش مجرد حد فيلن وخلاص. يعني درسنا هو جنونلي او من جوه حقيقي قوي جاحد. بالظبط، يعني احنا نفسي قعدنا قلنا عايزين ايه الدوافع اللي خليته يوصل لكده عشان تصدق الشخصيه. طبعا بنفكر الساده المشاهدين ان يوم الثلاثاء الجاي مسرحيه عريس البحر بطوله شباب يعني زي الفل كلهم، وفي بدايه حياتهم يعني وجوه جديده، وده الجميل اللي بنشوفه دايما في مهرجان العالمين انه بيقدم لنا دايما وجوه جديده. بشكرك يا محمد وبست اوف لاك يعني بالتوفيق. محمد عطيه بطل مسرحيه عريس البحر عن دور الهريدي، وبتمنى لكم كلكم اكيد كل التوفيق. في لسه شباب بيمثلوا في المسرحيه دي كمان لسه بيدرسوا، فلطيف قوي الموضوع ده، وحابين ان احنا نشوف اكتر من ده كمان في مهرجان العالمين. الوجوه الجديده دي حاجه لطيفه جدا جدا.